انا ازاي كذبتك وما صدقتكش لما قلت لي انك شاكك فيه؟ يوسف خدعني يا سليم. معلش، ما هو برضه بصراحه هيخدع. ما شفتش بنته بتتكلم عنه ازاي؟ دي بتتكلم عنه كانه والي. يا رب بس نلاقي في الفلاشه دي حاجه تفيدنا. ان شاء الله يا حسن، ان شاء الله. هديك فوق الفلوس حاجه ما تحلمش بيها. قاتل مرتك وقريب قوي هعرف مين اللي نفذ ومين اللي امر. ومش كده وبس، انا هساعدك تاخد طارق من نيو، بس نبقى حبايب. قلت ايه المره دي غير كل مره؟ دي مش توصيه على مسجون يا حبيبي، ولا شويه حاجات بتدخل السجن كده متهربه. ده انا جايب لك تفاصيل التفاصيل، معاد الترحيله والقوه اللي هتامنها وعدد ذهب العربيه والضابط والعسكري. تعرف موضوع زي ده لو اتكشف هيتعمل فيا ايه؟ ده غير ان الموضوع هيبقى فيه ضحايا بالكوم. ولا انت فاكر انك هتقول لهم ادوني المساجين اللي معاكم؟ هيقول لك اتفضل يا حبيبي. تقولش كده يا جو، انت ابن عفاريت ومحدش بيعرف ياخد معاك لا حق ولا باطل. وانا خبرك زين، لو ما انتش مالي يدك من اللي بتعمله ده ومأمن نفسيك مش هتعمله. يا حبيبي، بس انت عارف الدنيا هتتقلب ازاي بعد ما عملتك السودة دي تتم؟ انا مش هحط النار جنب البنزين وقرب الهوستر، لا. اضمن منين بقى انهم هم بيحققوا ما يشكوش فيا ولا يدوروا ورايا؟ انت عاوز ايه يا يوسف؟ قلت لك اللي هتطلبه هتاخده، غير كده ماليش فيه. ترتب حالك بمعرفتك وامن نفسك بالطريقه اللي تريحك. لا يا حبيبي، لا لا لا، احنا سوا، اماني امانك، عشان انا لو وقعت كلنا هنقع سوا. وبعدين انا عندي الحل. حل ايه ده؟ ما تنطوا كبش فيدا، نسلمه لهم ونبقى كلنا في السليم. ويطلع مين ده؟ أمين شرطة كده اسمه شاكر، ظروفه زفت شوية، قرفني هنا آخر قرف. وبعدين ده دراع حبيبك سليم الأنصار اليمين، وعامل زي ظله. وهنلبسها له كيف ولد الفرتوس ده؟ هقول لك. أظن بقى صلاح بيه دلوقتي محتاجين نقفل التحقيق في قضية شاكر. الله يرحمه بقى. وسامحنا على ظننا فيه. بس واضح إن يوسف كان بيسجل كل المكالمات بتاعته دي من باب الاحتياط. بيأمن نفسه يعني، كانش عارف ان اخرتها سودة. ادينا قاعدين بنسمع اهوت في تسجيلات بقى لنا كام ساعه، مش لاقيين ولا كلمه واحده تدلنا مين الناس دول. بس برضه ما يمنعش يا باشا ان احنا طلعنا بكام معلومه من التسجيلات دي. اولهم ان شاكر بريء، وتاني حاجه الصوت اللي بيكلم يوسف بيه ده هو نفس الصوت اللي كلمني بعد حادثه بيدي. انت متاكد يا سليم؟ طبعا متاكد، مفيش حد ينسى الصوت اللي كلمه عشان يشمت فيه بعد ما أخذ أغلى ما عنده. هو كل اللي بيحصل ده بقى بيأكد لنا على حاجة واحدة بس، إن الحكاية كلها حلقات متصلة ببعضها بتوصل لشخص واحد بس. لكن السؤال بقى، مين الشخص ده؟ بيعمل كده ليه؟